السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم ان شاء الله غنحضروا واحد البواطه، هذه بحال هكذا بقى ما كملتهاش. بواطه نديروا فيها اللي بغينا، لي بيجو، العقيق، الماكياج، اللي بغينا نخزنوا فيها نخزنوا. هيا هنا كانت عندي بواطه بحال هذه ديال العود، صبغتها، نحتاج فيها الصباغه، نحتاج العقيق اللي بغينا، العقيق مثلا هذا احمر ولا ابيض ولا دوري على حسب اللون اللي غنحتاجو. نحتاجو وريدات بحال هكا صغار، وريدات بحال هادو اللي لصقت هنا، اولا الوريده في الدوري اللي بغيتو. انا نوريكم كيفاش بديت باش صبغت البواطة. اول حاجة كناخدو البواطة ديالتنا، كناخدو الصباغة وكنبداو نصبغو بالبانسو ولا بالبونش اللي بغينا، نصبغو بحال هكا اللون اللي بغينا على حساب. بحال مثلا الا كانت عندك كوافوز في البيت النعاس ولا في الحمام ولا اللي بغيتي، شوفي على حساب اللون اللي نتيايا كتستعملي، اللي مستعملاه ولا في الصالون. غادي نستعملو عاوتاني بواطه ديال المشوار، بواط كبيره ديال المشوار، حتى هي نستعملو نفس الطريقه ونزينوها باش ما بغينا. بحال مثلا الصالون كان عندك اللون الابيض ولا في الكري ولا في الخضار ولا البلوغوا، كديري اللون اللي عجبك. هيا صبغتها، ندير نحطها تكرم، وانا في الجناب صبغيها في الجناب والداخل. انا هذه صبغتها لداخل، حتى هي صبغت الداخل ديالها هنا. هي هاد الصباغة هادي اكريليك، بغيك تكرم تستعملي الصباغة اللي بغيتي، اكريليك ولا كواش ولا اللي بغيتي الصباغة. هي لافونتاج ديال الاكريليك هادي دغيا كتكرم، يعني غنصبغوها نصبغو وبقيت ليا نوجدو شي حاجه اخرى كتكون ديجا كرمات. ديرو هكا الصباغه، وبغيتو تعاودو من فوقها الصباغه ديال لي بايات، هي ديجا صبغت هنا بالسربه. من بعد غنصبغ الداخل ديالها، نحطها هنا حتى نرجع ليها. هيا هادي عندي، هي ديجا وجدتها هك قبيله، ولصقت هاد الوردات لصقتهم بالبيستولي، لصقتهم هنا هما. وهنا في الجنب هنا غادي ندير العقيق، نلصق هادو العقيق هنا باش يجيني شويه الديكور مهرس، ما يجيش كله احمر احمر. نلصقو دابا ردوا البال، لان هاد الفستولي هادو كيكونوا الكولا كتكون سخونه كتحرق. نكمل الاخر، هيا هيا
والديكور ديالنا واجد في دقائق كيكون واجد. خاصنا غير نوجدو كل شيء ديالنا وهنا نسدو هنايا. وجدت هاد الوردة نوريكم كيفاش وجدتها. نسقو هنا باش وجدت هاد الوردة. خديت هاد الأورغانزا هكذا ندير لها اللصقة كولا كولا. هادي هنا مع كتجي فوقها ديريكت كتحرك. انا ملي درت الاولى حرقاتني. ردوا البال معها بزاف الا كانت عندكم الكولا من غير هاد السخونه حتى هي مزيانه. هاي نوركو عليها مزيان باش تلصق. هاهي لصقات. ندير لها هاد الورده يا اما ندير لها هاد الورده هادي هنا اولا نديرو هاد الحقيق. ندير لها هاد الوردة ونلصق هنا. نوريكم مزيان حتى تلصق. حسوا بها لصقات ونحيدو صبعنا. هاهي هو الديكور ديالنا واجد. نحيد هاد البستول باش ميحرقنيش. لابواط ديالنا وجدات. اي حيدت حتى قبل. هيا لابواط ديالنا وجدات على هاد الشكل. الا بغيتو الجناب ديالها تزوقو بحال مثلا هاد لوغانزا ديروه هنا في الجناب حتى هو كيعطي شكل زوين. من الاحسن خليوها سامبل. شكرا البنات. كنتمنى الديكور يعجبكم والى اللقاء. مع السلامه.